حلو وسهل وبسيط، معمول مكونات بسيطة جدا. حبيت اوريكم جانب من جوانب المطبخ عندي والالوان. مستنيني هرجع لكم بالتفاصيل كلها. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، ومستنيه تعليقاتكم واللي دايما بتساعدني. النهاردة هعمل لكم، بمناسبة طبعا ان احنا في الصيف ومحتاجين حاجات كتير ساقعة، نعمل حاجة بسيطة قوي وشكلها حلو تنفع تقدم للضيوف طبعا لينا في البيت. همشي معاكم خطوة خطوة. كل اللي هنحتاجه اي انواع من الجيلي، تكون الوان مختلفة، لو مفيش الوان مختلفة ممكن نستخدم الوان الطعام. وعايزين حليب جوز هند بس كده. طبعا كل عبوة من عبوات الجيلي مكتوب عليها بتخفف مية قد ايه. هنا العبوة دي مكتوب عليها ان هي تخفف كوبايتين مية، انا هعملها في كوباية ونص بس عشان تبقى تقيلة شوية. هنعمل ايه؟ انا دوبت واحدة، انا خففت اول لون. صب فيه طبقة بسيطة اللي هي الرواحب كده كل كاس، وهدخله التلاجة لحد ما يجمد. احنا هنوزع نص الكمية اللي احنا عاملينها، باقي الكمية ده هنبدأ نضيف عليه معلقتين من لبن جوز الهند. لبن جوز الهند ليه أنواع كتير قوي في السوبر ماركت، وممكن كمان نعمله في البيت، ممكن نبقى نعمله فيديو لوحده. لونه بيختلف من الشفاف بيبقى باللون ده. ده هنعمله الطبقة التانية بعد ما يخرج من التلاجة. أول طبقة جمدت معايا أهي، هبدأ أضيف عليها الطبقة التانية اللي ضفنا ليها حليب الجوز الهند. هوزع كل الكمية في الكاسات كلها، وهنكرر الموضوع دوت في كل لون هنعمله. يعني هنا الأورنج الشفاف عادي، بعد كده ما ضفنا عليه جوز الهند هنعمل لون تاني أو طعم تاني، نعمله برضه طبقة شفافة وطبقة بحليب جوز الهند لحد ما نخلص كل الكاس. وهوريكم في الآخر عامل ازاي. ده بعد ما خلصنا كل الطبقات وجمده في التلاجة، وبصوا شكله تحفة جدا، طعمه حلو قوي، حلو جدا في الحر وبسيط. هو بس بيحتاج وقت ان كل طبقة تجمد، وبرده هي رفيعة فمتاخدش وقت كبير قوي في التلاجة. يا رب يكون سهل بالنسبة لكم وبسيط، يا رب يكون عجبكم. اتمنى تجربوه وتقولي رأيكم فيه، مستنية تعليقاتكم عليها. وشوفوا فيديو انا مين وايه الحاجات اللي ممكن اعملها. لو حابين وصفة معينة من الموجودة في الفيديو بعتولي وانا اعملها. ومتنسوش سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو، واستنوني فيديوهات تانية كتير من مطبخي.